ونشوف ايه اللي معانا. ونقول اول حاجه هناخدها النهارده من شبكه رصد، هاشتاج ارحل يا سيسي يتصدر ترند تويتر في مصر بعد اقرار الحكومه زياده جديده بنسبه 75% في اسعار الغاز الطبيعي وتطبق اعتبارا من اول اغسطس. ده كان الخبر مشاهدينا الكرام من رصد. تعالوا بقى ناخد اول تعليق على الخبر من حساب الدكار بالقاف، بيقول خبرين ورا بعض النهارده، مصر تعلن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتودع استيراده بنهايه العام الجاري. الخبر الثاني رفع اسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبه تتراوح بين 33% الى 75%، ان لم تفهم شيء فاعلم ان التعريض قد منعك. الخبر الاول عشان يطمن شعب السيسي من العسكريين بان الخير جاي لهم. الخبر الثاني ده سياسه السيسي مع الشعب بقى المصري، يعني من الاخر احنا معانا فلوس بس مش معانا مش للشعب. احنا واللي مش عاجبه ماشي، انا مش فاهم حاجه، يلا نروح للي بعده. افتكاسات مصري ام الاجنبي، شعبي يقول عليا ايه امبارح اكتشف بير غاز يكفي انتاج الكره الارضيه والنهارده اروح مزود لهم اسعار الغاز. هو ده اللي احنا مش فاهمينه ولا عارفين نفهمه ولا عارف تاخد الكلام وعكسه. ازاي تاخد الكلام وتاخد عكس الكلام وفي نفس الوقت انت بني ادم واحد بتستقبل كل ده؟ ما تقولي بقى ماشي، ما تقلقش يا معلم، الشعب عارف حقيقتك كويس وعارف انك خاين وقرارك من عند الصهاينه، فما تقلقش على راي الشعب لان راي الشعب واضح وصريح وعبر عنه كتير. وانت هما قلت لو الشعب قال لي امشي همشي، لو الشعب قال مش عارف ايه، وانا مش هستنى لما الجيش يقول لي او لما المؤسسه العسكريه. احنا ما نعرفش انت مستني ايه لحد دلوقتي، ان الشعب قال وكل الناس قالت وقالوا لك ارحل وغور في 60، ده هتاخدك يا عبد الفتاح يا سيسي. لو نروح للاستاذ سليم عزوز، رفع اسعار الغاز الطبيعي من فاتوره اغسطس، انا رايي اننا نتحمل ونيجي على نفسنا احسن ما نبقى زي سوريا والعراق. الناس ما بقاش عندها اصلا قدره على التحمل. ما حدش قادر يتحمل عبد الفتاح السيسي خلاص، لان سيسي فحت الناس وجاب اخرهم. والناس بقت نفسها يعني خلاص، يعني بقى في امل دلوقتي عند الناس وطموح ان هم يبقوا زي سوريا والعراق. اللي الناس فيه واللي بيحصل في الوضع اللي المصريين فيه بجد بقى سيء جدا جدا جدا. يلا نروح للي بعده. عبد الله الشريف بيقول صديق قديم ليا قاطعني بسبب حبه للسيسي، عنده مصنع في مصر، بعد رفع اسعار الكهرباء والغاز الاخيره واحد صاحبنا بعت لي تسجيل صوتي ليه وهو بيسب الدين للسيسي، وعلى راي الخليجيين سمعني صياحك صياحك طرب، وعشان العيش والملح بس مش هبعت التسجيل لامن الدوله. كل الناس في مصر على فكره بتدفع ثمن ثقتها في عبد الفتاح السيسي، وبالذات المؤيدين اكتر ناس هتشيل طين على دماغها من السيسي، بس اهم حاجه ما ينسوش تسلم الايادي وروح نادي على الصعيدي. يلا نروح لزينب صلاح. السيسي، مصر من 3 سنين كانت مهدده بالافلاس وعلشان كده هو حفر القناه اللي ما جابتش عائد وبنى عاصمه اداريه ومدينه العالمين واشترى طائرات رئاسيه وعوم الجنيه ورفع الدعم وغلى الاسعار لاكثر من 3 اضعاف واخد اعلى قروض في تاريخ مصر باعلى عائد. برافو، هي دي الحلول، رؤيه قائد. دي سياسه لا توصف الا بكلمه واحده، ان هي سياسه هدم. لا يمكن ابدا تكون سياسه بناء او حد عنده نيه للاصلاح، ده حد بينفذ اجنده الصهاينه بالملي وماشي بالمسطره عشان يسلمهم من بلد على طبق من فضه. يلا نروح لحليمه. السيسي، مصر كانت مهدده بالافلاس منذ 3 سنوات والحمد لله دلوقتي بقت على البلاطه، وهاشتاج ارحل يا سيسي. يلا نروح للاستاذ هيثم ابو خليل اللي كان موجود معانا النهارده وكان له تعليق برضه، قال لازم الفاشل يعمل كل يوم افلام وحركات، وان في تحديات ارهاب على تركه قديمه، على ما فيش فلوس، صعب يقول انه عسكري فاشل ومش عارف يدورها. 21,000 شائعه ايه؟ يعني 10 شائعات في الساعه، اي كلام واي هبد، لان في بهايم بتصدق ومفيش حد يحاسبه على الهرتله والهري. هاشتاج السيسي ارحل يا سيسي، وجايب طبعا الخبر بتاع السيسي للمصريين. هقول لكم سر، عندنا 21,000 شائعة طلعت في 3 شهور. هو بس يعرفنا ايه الإشاعات اللي طلعت عليه. يعني مثلا بيع تيران وصنافير إشاعة، التنازل عن مية نهر النيل والموقع على اتفاقية عنتيبي دي إشاعة، قتل الناس إشاعة، رفع الأسعار إشاعة،
ظلم للصهاينة والخليج إشاعة؟ ما يقول لنا الكلام ده، هل الكلام ده إشاعة؟ أنتوا شايفين الكلام ده إشاعات؟ يلا نروح لتمر اللي قالت ارحل يا سيسي وارحل ليه وانتوا كل اللي حلتكوا هاشتاجات وانتم قاعدين على الكنب يا فرحتي بالترند يا رجالة، وهو بيعمل كل اللي هو عاوزه ده انتم لسه ما شفتوش حاجة، ده الذل جاي يرمح وانتوا قاعدين برضو على الكنب. اخر بقى بوست معانا هنروح لسبونج بوب اللي كتب البوست ده وقال ارحل يا سيسي للناس اللي كانت بتقول احنا رايحين في داهية، الحمد لله على السلامة وصلنا. من موضوع بقى تصدر هاشتاج ارحل يا سيسي للترند في مصر، الهاشتاج ده تصدر